الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين والعاقبة للمتقين. أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. لم يبقى من شهر رمضان إلا أيام قلائل، وحديثنا مع الإمام السجاد لم ينتهي بعد. إن شاء الله، الله يوفقنا في السنين القادمة لإتمام هذا الحديث، حديث لا ينتهي لأنه حديث من القلب إلى القلب. أيها الإخوة، بلغنا في حديثنا من كلمات الإمام السجاد سلام الله عليه في دعاء مكارم الأخلاق من الصحيفة السجادية إلى فقرة جديدة، ألا وهي: اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بالاقتصاد، واجعلني من أهل السداد وأدلة الرشاد. هذه كلمات قليلة لكن كبيرة في معانيها. فأول ثمرة من ثمار الاقتصاد الوسطية كما ذكرنا يوم أمس هو الاقتصاد. فالإسلام جاء بالوسطية، وعندما ركز هذا المبدأ في المجتمع الإسلامي تطور هذا المجتمع وأصبح مجتمعا غنيا، يعني قفز هذا المجتمع قفزة كبيرة إلى الأمام. ربما بعض المجتمعات المغلولة بأفكار متخلفة أو بعقائد بعيدة عن الحركة وعن الفاعلية، ربما بفكرة هذه المجتمعات تتحرك وتتطور، مثل ما وجدنا ومثل ما شاهدنا في كثير من دول العالم كيف تطورت. كيف مثلا الآن الصين، هذه الدولة العملاقة كيف تطورت؟ كانت مغلولة بأفكار الاشتراكية والماوية وما شابه ذلك. عندما تغيرت هذه الأفكار وجيء بأفكار جديدة تطور هذا المجتمع رأسا على عقب، تحول من دولة متخلفة من دول العالم الثالث إلى قوة عظمى اليوم في العالم، وكذلك سنغافورة وكذلك فيتنام ودول أخرى كثيرة كانت تعاني من أفكار متخلفة، كانت تعاني من قيادات متخلفة، كانت تعاني من أغلال وأحزاب وعادات متخلفة. عندما تغيرت هذه العادات، تغيرت هذه الأفكار وجيء بأفكار جديدة ناضجة، نجد أن هذه المجتمعات تحركت وتطورت وقفزت قفزات إلى الأمام. كذلك المجتمع الإسلامي، المجتمع الجاهلي كان مكبل بالأفكار المتخلفة يتطير، هناك فروق اقتصادية كبيرة طبقية كانت موجودة، والعمل كان من الأشياء المزرية التي لا يقدم عليها الإنسان الشريف. عندما جاء الرسول، جاء بفكرة الوسطية، تغير هذا المجتمع، تغير رأسا إلى الأمام، وكان من ثمار الوسطية كما ذكرنا هو الاقتصاد. الاقتصاد هو الذي يقوم على مبدأ الوسطية، الذي يقوم على مبدأ وسطي بين التبذير وبين التقتير، بين الإسراف وبين الاعتدال. نجد أن تحول هذا المجتمع إلى مجتمع غني، حتى بات لم نجد في المجتمع الإسلامي إنسان فقير. بهذا المنهج استطاع الإسلام أن يغير المجتمع وأن يزيل حالة الطبقية في المجتمع وأن يزيل الفقر، وهذه نتيجة حقيقة مفرحة للإنسان. ولذا
الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول ومتعني، والتمتع هنا بمعنى التلذذ، بمعنى المنفعة، نفعني، لذذني بالاقتصاد. فهناك إنسان يقتصد تجده مرتاحا في بيته في أسرته، أموره تمشي تسير وفق منهج صحيح، وهناك لا يقتصد، حابله فوق نابله، يختلط الحابل مع النابل، والنتيجة لا هناك اقتصاد، لا هناك تقدم في هذا المشهد. الكلام هنا كلام الإمام السجاد سلام الله عليه هو حول الاقتصاد، سواء كان الاقتصاد الفردي يعني الاقتصاد الأسري أو الاقتصاد المجتمعي، لا فرق هنا. ومتعني بالاقتصاد كلامه عن النوعين من الاقتصاد، اقتصاد المنزلي، اقتصاد الفرد مع عائلته مع أسرته، والاقتصاد بصورة عامة اللي هو الاقتصاد المجتمعي، لأنه كلا الاقتصادين يعتمدان على مرتكزات واحدة وعلى مبادئ مشتركة، وسنرى ذلك إن شاء الله في هذه الحلقة. لماذا ومتعني؟ لأن الاقتصاد يزيل ما يسمى بالفقر، لا يوجد فقر في المجتمع المقتصد أو الأسرة التي تقوم على الاقتصاد، لأن الاقتصاد معناته التخطيط والبرمجة، برمجة الحياة في سنة كاملة، وهذا طبعا الإسلام يحثنا على ذلك من خلال تأسيس سنة اقتصادية لكل إنسان مسلم، سنة اقتصادية، ونهاية السنة يحسب أرباحه، وطبعا يستخرج من الأرباح الخمس، هذا الخمس يذهب إلى المصارف المذكورة في الفقه الإسلامي. فإذن الاقتصاد في الإسلام هو اقتصاد مخطط، واقتصاد يقوم على الخطط والبرامج، سواء كان اقتصاد فردي أو اقتصاد مجتمعي، وهذا يؤدي إلى تلذذ الناس، تلذذ الشخص اللي يمارس هذا الاقتصاد، وإلى سعادته. ومتعني هذا بمعنى السعادة، بمعنى المنفعة، بمعنى التلذذ من الاقتصاد. يقول الإمام سلام الله عليه ما عالم من اقتصد، يعني لا يصاب بالفقر إذا اقتصد في عمله. ويقول أيضا الاقتصاد نصف المؤونة، يعني لو كان عندك رأس مال مليون، هذا المليون عندما تمارس الاقتصاد، عندما هذا المليون تريد أن تصرفه ضمن خطة اقتصادية، كأنه أصبح مليونين، وإذا بدون خطة اقتصادية المليون ينتهي ومنافعه نصف المبلغ المعد سلفا. فإذن الاقتصاد هو نصف المؤونة كما يقول الإمام سلام الله عليه. ويقول أيضا ومن أراد السلامة، سلامة الأسرة، سلامة المجتمع من الفقر ومن الفاقة ومن الأمراض الاقتصادية، ومن أراد السلامة فعليه بالقصد. وأيضا يقول سلام الله عليه إذا رغبت في صلاح نفسك فعليك بالاقتصاد. إذا الإنسان أراد أن يصلح نفسه حتى في الجوانب النفسية والجوانب الاجتماعية، عليه أن يقتصد في ماله، لأنه الاقتصاد له آثار على الصحة البدنية، له آثار على الصحة النفسية، له آثار على الصحة الاجتماعية أيضا، لأنه الإنسان الغني الذي لا يحتاج
الذي لا يشعر بالنقص، هذا إنسان يحس بثراء في نفسه في أخلاقه، يعني إنسان شكل آخر. أما الإنسان المحتاج هو إنسان ناقص، وهذا طبعا تأثيره واضح على سلوكه، على مزاجه، على نفسيته، على علاقاته الاجتماعية، كلها تؤثر. فإذن إذا رغبت في صلاح نفسك كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، فعليك بالاقتصاد. الاقتصاد هو بداية الإصلاح، إصلاح في المجتمع، الإصلاح في الأسرة أيضا. والاقتصاد ما هو أيها الإخوة إلا خطة، وضع خطة كيف يصرف هذا المال، ما هي الأولويات في المصروفات وفي النفقات، وما هي العائدات، وكيف يحصل على الموارد. هذه الأمور بحاجة إلى خطة، وأن لا يتركها وشأنها. إذا تركتها وشأنها بدون خطة ستصاب لا سمح الله بالفقر والفاقة والعوز. فلذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الاقتصاد. طبعا الاقتصاد لا يأتي بدون معرفة، أنت بحاجة إلى المعرفة، بحاجة إلى الخبرة، بحاجة إلى مشورة، وبحاجة إلى، هذه هي الرأسمال الأساسي للاقتصاد. بعدين يأتي المال كرأسمال، يعني نصفه مؤونة يعني رأس مال، ونصفه الآخر هو الاقتصاد. فإذا أنت اقتصدت ووضعت خطة اقتصادية في حياتك، في أسرتك، في بيتك، في مجتمعك، كأنك حصلت على نصف الرأس مال الذي تريده لعملك. وطبعا نحاول إن شاء الله أن نبين علاقة الاقتصاد بالوسطية، لأنه حديث الإمام السجاد سلام الله عليه كان يركز على مبدأ الوسطية الذي تحدثنا عنه يوم أمس، أهمية الوسطية، وأن الوسطية هو مرتكز إسلامي. هذا المرتكز لابد أن يكون له حضور في كل الأنشطة الإنسانية، اقتصاد، أخلاق، كما ذكرنا السياسة، الاقتصاد، الأخلاق والتعاملات، وحتى في الأمور العقدية نجد أن الوسطية لها حضور ولها بصمات كما بينا يوم أمس. تظهر الوسطية في الاقتصاد في عدة موارد، من هذه الموارد هي الاستثمار الحياة والآخرة. الإنسان ليس فقط يعيش ليحيا، هناك مراحل في حياة الإنسان، مرحلة الحياة الدنيا ثم مرحلة الآخرة، وهي جزء، بل حياة الدنيا هي جزء من الحياة الآخرة لو قسنا بها زمنيا، لأنه هي لا شيء بالنسبة للحياة الآخرة. حياة الآخرة حياة أبدية، فالحياة الدنيا ما هي إلا مقدمة أيها الإخوة، ليكن في بالكم، ليترسخ هذا الفكر في منهجكم الحياتي، أن الحياة الدنيا ما هي إلا مقدمة للحياة الآخرة وليست هي الحياة الحقيقية. ولذا الأئمة عليهم السلام، الإمام المؤمنين سلام الله، شبه حياة الدنيا بالباب، الباب التي تدخل منها إلى دار أو إلى مكان معين. فمقدمة الحياة الآخرة هي الدنيا، فعليك أن تعمل في الدنيا حتى تحصل ثواب ما عملت في الآخرة. ولذا جاء القرآن الكريم
ليشير إلى هذه الحقيقة، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني الهدف هي الدار الآخرة، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الحياة الدنيا. فالدنيا هي مقدمة، الدنيا هي مزرعة، لكن الثمر أين تحصد الثمر؟ في الآخرة. كذلك عليك أن تستثمر الدنيا، الدنيا هي رأس مال للإنسان، رأس مال لآخرته، رأس مال لآخرته. ما يفعله حتى لو استخدم هذا الرأس مال في الدنيا بالنتيجة للآخرة، ما تحصل عليه في الدنيا يسجل لك في الآخرة. ولذا ليس منا من ترك دنياه لآخرته أو ترك آخرته لدنياه. يعني هذا الاندماج، هذه الوسطية التي أقرها الإسلام، هي مرتكز من مرتكزات الاقتصاد الإسلامي، هذا الاقتصاد الذي استطاع أن يتغلب على حياة الجاهلية ويخلص المجتمع من الفقر والفاقة والجهل. من بصمات الوسطية في الاقتصاد الإسلامي هو الحالة الوسطية بين الإسراف والتقتير، كما بينا يوم أمس عندما ذكرنا الآية القرآنية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن هذا أيضا، لأنه أكثر معاناة اقتصادية يعانيها سواء كان الفرد في الأسرة، يعني كاقتصاد فردي، اقتصاد اجتماعي، أو في المجتمع، يعني اقتصاد الاجتماعي، هو التبذير أو التقتير. هذا أغلب المشاكل الاقتصادية التي يواجهها أما الفرد في الأسرة وأما المجتمع، أفراد المجتمع في الدولة وفي مؤسسة الأوسع، في المؤسسة العامة اللي هي أوسع من مؤسسة الأسرة. فإذن الوسطية هنا أيضا تظهر بشكل جلي حينما نختار الخط الوسط بين التبذير، بين الإسراف، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، بين الإسراف الكثير وبين التقتير. الوسطية هنا هو أن تمنهج ما تمتلكه من مال، من رأس مال، في خدمة الهدف الذي تريده، أما كان أسرة، إدارة أسرة أو إدارة مجتمع. من بصمات الوسطية أيضا في المجتمع هو نظرة المجتمع الإسلامي إلى الملكية. طبعا نحن نعتقد أن الملك والمال كله من الله تبارك وتعالى، ما تمتلكه من مال، من بيت، من سيارة، أي شيء، من بستان، كله لله تبارك وتعالى. المالك الحقيقي هو الله، وما أنت إلا أمين، أنت مجرد تتحمل مسؤولية أمانة هذه الأموال اللي هي من الله تبارك وتعالى. فالملكية الحقيقية لكل الأشياء هي لله، لكن كيف نستطيع أن نشجع الإنسان على العمل ونقول له هذا المال ليس لك، كما هو في بعض المذاهب الاقتصادية أو العقدية، عندما نجرد الإنسان من الملكية وكأنك قلت له لا تعمل، وكأنك تقول له اجلس في البيت لا تتحرك لأنه هذا المال ليس لك.
هنا الإسلام وضع أمامنا حلاً وسطياً. هنا أيضاً اتخذنا من الوسطية طريقاً لحل هذه المشكلة، حل هذا الإشكال، وهو أن جعلنا أمناء وكلاء على هذا المال. هذا المال هو بالأصل لله تبارك وتعالى، لكنك الآن تحوز هذا المال وأمين على هذا المال. هذا المال يبقى في ملكك ملكية اعتبارية وليس ملكية حقيقية، يعني الله تبارك وتعالى وكلك بهذا المال، أعطاك هذا المال لتتصرف به في الخيرات، في لصالحك، لصالح المجتمع، لصالح الأسرة. فإذن الملكية الاعتبارية هي حالة وسطية بين أن يكون المال كله لله لا تملك شيء، وبين أن تملك كل شيء فتتصرف بما تشاء خلافا للعقيدة. وأيضا من الأمور الوسطية اللي الله تبارك وتعالى هو الملكية المنفعة. هناك فرد وهناك مجتمع، كما أن الفرد منافع للمجتمع أيضا منافع، فكما أن على الفرد أن يهتم بمنافعه الشخصية عليه أيضا أن يفكر بالمنافع العامة للمجتمع. وهذه حالة الوسطية بين المنفعة الفردية والمنفعة العامة، يعني لا الإنسان لا يضحي بمنفعته الخاصة لصالح المنفعة العامة ولا نلغي المنفعة العامة لصالحه. وهذا طبعا يفتح مجال واسع وميز الإسلام عن بقية الأفكار الاشتراكية الرأسمالية. يقول الإمام سلام الله عليه، الإمام المروني سلام الله عليه، إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاء فقير إلا بما متع به غني، والله سائلهم عن ذلك. فإذن هناك وسطية بين المنافع العامة والمنافع الخاصة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، على أن نواصل الحديث ليوم غد في تتمة هذا القول. والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.